الله راس اخويا القشار درك الصطاف هذا اخويا اه في الصطاف القشار من ابرز المولوعين مدينه بركان. واش اخويا مراد دير عالم عالم الكلاب اسباس بركان باللغه العربيه مليحه القشار في العض اه قال لي اخوك قال لي راه مجنون والله اخويا مراد الله يحفظكم اخوتي الله يعطيكم الخير بركان عالم الكلاب بركان اما تكتبش اسباس غير ديرها وغادي نجيبو اللي يبقى راه نطلعوا شويه يلا زين اصح هكا نورمال الا تمشي قدام زدتي ندير كونفلوس اللي ما فيهاش انا عاد باغي بحال هكا عليا انا يقدر ياتاكاني اه لوطو بسكليت يعني يعني خصك تخدم له غير ديك لاباز تاع باتوشي ونتاع ستوب اه صح ويلا عدي لاشيلك ما يلاشيش اه هكا فك الطرف في السطح والله لا مونشات كيما نقولوا خصي تنطلق لا يعني واش الشخصية درك بحال انت هكا اي لقطة ما يوليش فيك لا اي لقطة ما يوليش فيا دابون جلسة محمد جلسة اوف بيان كلشي جلس جلس اس سيب اس اس غير بقى موقفها معاها غير بغيت نشوف شحال غادي يوقفها معاك شكون الله راس ديالو يا خويا اس كلشي اس شحال باللي جبتو 23 مازال ما يقبضش معاك نيشان يلا نمشي يلا سي بيان مليح يلا تمشي ورا درك غير شوف اللي شاف فيه